أما هيش موجودة في بلال كباش خلق الاستثناء بتعامله مع أكثر الفئات حساسية في المجتمع، حيث استطاع كسر حاجز المسؤول وصانع القرار الذي لا يقترب منه سوى حارسه الشخصي، فقربنا من هذه الشخصيات في جانبها الإنساني. حكيم شو يعطيكم الصحة. لا مليحة مليحة تاع السياسيين، بس كون الجمهور الجزائري يحب السياسة، لأن الكاميرا الخفية الوحيدة اللي مختلفة على الآخرين. سورتو هذا العام داروا مع السياسيين ونجحت لهم. حاجة شابة، صديقي هذه حاجة شابة أنك تستضيف يعني تجيب واحد سياسي، احنا مش متعودين على هذه الأشياء، تجيب واحد بوليتيك دير له كاميرا كاشي. الحمد لله صافي ما نكذبش عليك، هذا العام هذا كشغل القنوات طوروا البرنامج، حافظ على لا سكريتي كتكلف على سكريتي بدا وتعسى هو انا داير لكم جنرال الله يخزيه. قال لك هذا البلاطو تاعها انا راني مجيره عندها بالوراثة تاعها، راك غلط ملايين المليارات يا راك غلط يا الراي يا الراي يا الراي يا الراي ياك يا دنيان. تما قدام ربي عليه حل يوم القيامة، حلت هالنهار انا مع بلال. صحفتكم كنا وعدناكم وبرمجنا إعادة لحصة النائب البرلماني سليمان سعداوي. سليمان سعداوي راح يقول لكم كلمة لكم أنتم أوفياء النهار، من ضمن كاين كلمة واحدة أخرى راح للجماعة تاع الفوق. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. نقاش على المباشر يستضيف اليوم شخصية مثيرة للجدل، يطرح الكثير من الأسئلة، لا يعرف له لون سياسي. اليوم معنا النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد سليمان سعداوي. اهلا بك سيدي. اهلا. يقال انه سليمان سعداوي يعني لم يفصل في لونه السياسي، مره يكون في المعارضه ومره يكون في الموالات، مره بلال دخل دخله واعره راه يلعب على المورال تاع سعداوي، يا درا راح يقدر يقلقو ولا لا. اللي قضاها في البرلمان علاش حتى الان مازال ما ثبتش لون سياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي نسالك، مانيش ندخلو في موضوعنا. ادخل لي لا بصح انا راني نقول لك انا قلبت على بنادم دافع على روحي نسال واحد دار. شفت الشعبي يتصور عليا قال راه قال له في البلاطو هذاك تاع الصحابه تاع قال له كذا ويقعدوا عديان الله يبنسلوا بها. يا ودي بصح انت انا ما كنتش النقاش ديالنا النقاش انت نورمال تعرف واش راك تحس تهضر مع بنادم شاري اون نوس عنده احساس برلماني جايب عن الشعب يحط لي الاسئله نورمال. قال لي ودي واش راك تقول فتوى راك تقول هذا الكلام وراك تقول هذا الكلام جاوب سي سليمان. المخرج يقول نروحوا الفاصل الصغير ونعود. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل صغير ثم نعود. هو برلماني ورجل اعمال، نشاطه مشبوه في ولايه الجنة. عشقه للشكاره وحبه للسلطه وحلمه بالاستوزار جعله يبيع كل شيء. له شركات في ثلاث ولايات، بازا فيارت وبشار. يدعي امام ابناء بلدته انه فقير، غير انه اشترى عقارات في سلطنه عمان. يحكم حاليا بفيلا فخمه في منطقه الشراقه بالعاصمه رفقه زوجته الثالثه الجامعيه. انه النائب عن الافلام سليمان سعداوي. مشاهدينا الكرام نعود بعد هذا التقرير. الان معنا السيد سليمان سعداوي نائب عن حزب جبهه التحرير الوطني يجيب ربما. ايه سخن اللعب وسعداوي باين راح يقلبها. شنو هذا؟ بالك بلي واش راكم في الدنيا ولا في الاخره؟ واش هذه تيبازا والالمان والطاليان والعقارات؟ هذا نورمال ويمشي للحبس هذا اللي راه يدير هذا الشيء. اللي هي عباد الله يجرمها هذا واش عارف اللي كان رب ولا والو. هذا اللي باغي يوري الشيء سبحان الله وبحمدها. اخويا بغى يهبلونا. كاين بشر في الصحافه اللي يقول الكلام ذا يطلق يجني على عباد الله. يا سي سليمان هذا يا ودي والله ما نستعرف بك يا ودي. شوف اقسم بالذي لا اله الا هو لا هذا ملك هذا البشر كل يدخل الحباس. سي سليمان الى تدخل واحد عنده العقاره في تيفازا. يا سي سليمان ما كانش مصدر صحفي راكم باغي تبهدلوا عباد الله. سمعت في زورا وبهتانا وراني نتحداكم ونرفع لكم دعوه قضائيه. هذا تشهير في باطل الله. السعداوي سليمان ولا يعرف تيفازا؟ انا وين ما عرفت تيفازا
انا وين نعرف دبي؟ الرئيس بين رئاسة الجمهورية انتخابات شرعية مسبقة خلال اشهر. الرئيس بوتفليقة قرر حل البرلمان بغرفته، وقرار الحل جاء بعد تعديل الدستور. بين رئاسة الجمهورية انتخابات شرعية مسبقة خلال اشهر. انت مقبل السي سليمان، قلت لي بلي ما نتوقعش انه رئيس الجمهوريه يحدث اي تغيير حكومي والا اي تغييرات. الان يشار لي في الاستوديو انه التغيير تم قبل ذهاب رئيس الجمهوريه الى جنيف. اليوم واش يقول السي سليمان البرلمان وراك غادرته؟ اليوم تكلم على السي سليمان كمحلل سياسي وكخبير. يا بلال انا متاسف لانك اليوم كي ندير نهضر على رئيس الجمهوريه وانا تفاجات بحاجه مانيش عارف ليها. انا قالك الشعب غادي يدوخ يقول ودير البشر اللي كان يقول لنا باللي الفقراء وكذا هو راه عدل زيدان. هذه حقيقه حقيقة سي سليمان، راك حابنا نخبيو يا سي سليمان. تعرفني بلي انا نحبك وتعرف شنو عندي. هذه الحقيقة انه انت عندك شركات. والله العلي العظيم انت انت تدخل جهنم. اقسم بالنبي لا اله الا هو انت تدخل جهنم انت. والله انت تدخل جهنم. والله الا انت مبشر بالفساد. والله انت تدخل جهنم. انت سي سليمان ارتعوا الشاب تقول على بالك تدير روحك اللي عارف. اتهامات كيما هذه راني نقول بالعام يتحرك. راني نقول راني نتهمك على المباشر. اقسم بالذي لا اله الا هو. لا انت يا شوف لا روح ارفع اليد دعوه قضائيه. انت يا شوهتوني التحقيق القضائي سي سليمان. كلامك كان على المباشر والمصدر القضائي الان نائب العام يقرر فتح تحقيق قضائي في قضيه البرلمانيين الفاسدين. هذه اليوم على المباشر. انا نقولها ماشي البرلمانيين الفاسدين. يشار لي الان انه النائب سليمان سعداوي ضمن القائمه. هذا الان الكلام اسمع هام الكاميرات قدامك. خلاص راني سمعتك. راني سمعتك انا راني نقول لك والله ما نستعرف بيك. والله ما تكون عندي ولد اصلا ما تدفعش عليا قضاء وقضايا. وانا نقول رباش لا عامر وحرك دعوتك على خير. الشعب الجزائري كنت تسمعوني يا الشعب. شوفوا اذا لقيتوا عندي الشركات خرجوني في ساحه عموميه وحرقوني. هذا صحافه. نروحوا الفصل. هذه صح ما تجوا على صحه لا فصل ولا خليهم يروحوا الفصل. خليني ندافع على روحي. سبحان الله بحمدي انا نعرف كيف باصا. وين نعرف كيف باصا؟ نعرف دبي انا. يلا خرجونا في الشارع. يلا الصحفيين انتوما يلا درك نخرج انا وياكم الشارع وجيبوا اللي تبغوا ياك. ويلا نعودوا للنعامه وروني هالقضاء اللي قال لكم انا عندي الشركات. المكالمة سي سليمان سعداوي. خلينا نجري المكالمة ربما يشل من مجلس قضاء العاصمة ولا من المكالمة. تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اختي. أهلا يا سي سعداوي. عقلتني ولا ما عقلتنيش؟ ما عقلتنيش أكسيور. بتعمين ندخل فيه في خط تليفون باش نعرفك. راكي المباشر ويقعد على المباشر ونطلب من المخرج ما يخرج لا فصل ولا يفصل القطع. ما كان لا فصل ولا محزن. تفضلي تفضلي. علاش الهضره سي سليمان الله يخليك. علاش راك تقطع في الهضره؟ هاي ولي واش راكي كاين؟ وش اسمه تفضل. ما عرفنيش ها؟ ناحيه اللي فهمت لي بدا. اسكت الله اكبر رانا في داعش هنا. اي اسمعي. خليني نكمل الهضره ديالي. خليني نمشي باش الناس كاملين يعرفوا هذا الشخص هذا واش يسوى. على هي انا كنخدم في هذه السماوات. اسمعي نسيا والله انت تدخلي الجهنم. والله من احلى الله يا سي سليمان. وراني نقول لك راني نقول للنائب العام. هل سكوت الجنة راهي عندك؟ النائب العام تاع العاصمة. هذه ولية راهي تبكي. هذه ولية راهي تبكي. راك سقطت وقلت ميمي. تعرف ميمي؟ يا الراي ياكي يا دنياك. والله ما تقدو. شوف وإلا كاين قضاء في الدولة هذه راني نتحرك. راني نتحدى النائب العام. باغي تهبدني. باغي تهبدني كي كنت في الحصانة. هادو هما نوابنا سيدنا الكرام. يا دنيا سكي يا دنيا بحال واش فيها بمشاكلك الدنيا. كلمة الشعب الجزائري يحبوك باسكو طلبوك بكثرة. طلبوا إعادة الحلقة تاع سي سليمان سعداوي. أولا يكثر خير الناس ولا الناس اللي بغاو يشوفوها ماهوش باش يتسلاو بها ولا يضحكوا عليها
ولا يضحكوا علينا قد ما انهم جاتوا في منطق الامور. اولا انا ما كانش على بالي باللي بغاو يديروا لي قالب، ثم ان ذاك اللي في قلبي قلته. وبالمناسبه انا قلتها في قبه البرلمان، المداخله التاليه قلت انكم كنتوا تعطوا النواب الشعب الوسائل اللي يعبروا روحهم الشعب باش يعرفهم على حقيقتهم. هذه الخدمه ما دارتهاش الحكومه، دارتها قناه النهار في حرانه.